أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواية النجاح. رحبوا معي بضيف حلقتنا اليوم وهو السيد خلف إسماعيل بن جمعة. أهلا وسهلا بك سيد خلف. أهلا وسهلا. في برنامجنا رواية النجاح. أهلا. سيدي في المقدمة نبي نعرف قصة نجاحك، بدايتك، كيف كانت بداية حياتك العملية؟ السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ابتديت أنا مسيرتي المهنية طبعاً بعد ما تخرجت من الثانوية العامة، التحقت بكلية تقنية دبي. كنت هناك أدرس هندسة ميكاترونكس إنجينيرينج، وفي نفس الوقت كنت أحضر نفسي أني أشتغل في مجال الهندسة. أنك تعتمد على نفسك يعني. أشتغل في مجال الهندسة. ففي تلك الفترة الحمد لله اكتسبت خبرة عن السوق وعن المتوفر في السوق وعن الجابس اللي موجودة في السوق في ذاك الفترة. فالحمد لله رب العالمين، بعد ما وصلت يعني تخرجت من الكلية وتوظفت كموظف حكومي في ديوة. فأنا حاليا الحمد لله مهندس في الإنتاج في ديوة، في شركة دبي للإنتاج. فبعد ما توظفت والحمد لله رب العالمين، قدرت أني أوفر رأس مال كافي أن أنا أبتدي في مشروعي الأول. فابتديت في مشروعي الأول اللي هو شركة سيارتي، كان محل صغير في منطقة تجارية لكن في داخل السوق، يعني مش موجودة على الشارع الرئيسي يعني أبدا. فكان حتى محل صغير لدرجة أنه حتى ما أقدر أدخل سيارة فيه يعني. هذا كم كان السنة؟ كانت تقريبا سنة 2010. فالحمد لله رب العالمين، مع يعني المثابرة والاستمرار في يعني ملاحقة الحلم، الحمد لله رب العالمين تطورنا. فمن هذاك المحل انتقلنا لمحل ثاني، محل يعني يوسع تقريبا 4 سيارات، وكنا نقدم خدمات أجدد في المنطقة هذه. وبعدها الحمد لله رب العالمين في الفترة الأخيرة يعني لقينا نجاح يعني قوي على مستوى الإمارات، والحمد لله رب العالمين فتحنا الفرع هذا اللي نحن حاليا فيه. الفرع هذا يسد تقريبا 12 سيارة في نفس الوقت، يعني في خلال نفس الساعة ممكن أنا أقدم خدمة ل 12 سيارة في نفس الوقت. فنقدم الحمد لله في اليوم خدمات للسيارات تقريبا لحدود 65-70 سيارة في اليوم. ما شاء الله عليكم توفيق سيد خلف، يعني بشوي بشوي انكم فتحتوا الفروع اللي نتكلم عليها قبل شوي. طيب سيدي، وصولا الى شركه سيارتي، خلينا نتكلم شوي على شركه سيارتي والخدمات الموجوده في هذه الشركه. خدمات شركه سيارتي هي خدمات يعني ما ابي اقول انها هي حصريه نحن عندنا، لكن نحن نتخصص في غسيل السيارات، نتخصص في تلميع السيارات، ونتخصص في تثبيت حماية السيراميك على السيارات بشكل عام خارجي أو داخلي. وأيضاً عندنا اللي هو تركيب المخفي للسيارات، عندنا حماية السيارات بالجلاد الشفاف أو الجلاد الملون. هذه الخدمات الموجودة. وعندنا يعني نحن الحمد لله نختص في موضوع الإكسسوارات السيارات اللي ما تتوفر في السوق، فنحن نختص في هذا الموضوع. نحن دائما وابدا في من بداياتنا نحن في المجال هذا كنا نبحث عن الاكسسوارات او الخدمات اللي ما تتوفر في الامارات في السوق التقليديه. نحن كنا نحاول دائما نبحث عن التميز، يعني نحاول دائما نوفر الشيء اللي مش متوفر في السوق. فالحمد لله رب العالمين نحن اخذنا وكاله شركه ادمز بولش، شركة أمريكية وعالمية تقريبا، عالمية معروفة الحمد لله، وهي مختصة في مواد الغسيل والتلميع وكذا. أنتم الوكلاء الحصريين؟ نحن وكلاء الحصريين في الإمارات. وأيضا يعني نحن نختص في سيرفس السيارات هني في المركز عندنا، لكن نحن نوزع حتى يعني في وايد من الشركات في الإمارات، في العين وفي أبو ظبي وفي دبي وفي رأس الخيمة، شركات يعني عندهم يعني مثل ما تقولين
اتفاقية خاصة معانا ونحن نورد لهم المواد اللي خاصة في شركتنا نحن، وهذا شيء وغير ان نحن نورد مواد ثانية يعني مثلا الجلاد، مثلا عندك المخفي، فنورد وايد من المنتجات اللي محتاجها المحل لصيانة لسيرفس السيارة الحمد لله. فمن هذه الناحية يعني وصلنا لنجاح باهر الحمد لله. الحمد لله أكيد هذا بالمثابرة يعني النجاح الحمد لله. خبرني أكثر عن موظفينك وشو الخبرات الموجودة لدى موظفينك؟ نحن طال عمرك الموظفين اللي عندنا نحن دائما نركز في الموظف، نحن ما نشوف الباكراوند الدراسي ماله أو شهادته الدراسية، لأن عندنا تصور جديد يعني وهو جديد في العالم كله أنه الشهادة مرات تكون يعني نافعة وأحيانا نافعة وفي بعض الأحيان الشهادة تكون مجرد ورقة يعني. فنحن دائما نبحث في الموظف الكفاءة، هل هو يعني حاب يتعلم، هل هو مثابر في الشغل، سريع يخلص من تاسك يروح على تاسك ثاني على طول، ما يضيع الوقت، لأن نحن في تجارة تعتمد على الوقت مش على المبلغ. مهما كان يعني مبلغ السيرفس ما يفرق كثير في نجاح الشركة أبدا مهما كانت، لكن الوقت هو اللي يفرق. فالحمد لله نحن نركز على هذه الجزئية بالذات، أن الموظف يكون سريع في تنفيذ المهام اللي عليه. بالنسبة للأسعار، أسعاركم منافسة في السوق زي قبل؟ أسعارنا يعني إذا مقارنة بالسوق التقليدية تكون أسعار شوية مرتفعة، لهذا لأن نحن نقدم مواد معينة فيها كواليتي عالي، وعندنا نحن نستخدم فوط معينة وكواليتي عالي. نحن نستخدم فوط اسمها المايكرو فايبر، معروف على مستوى العالم، ما يستخدمونها إلا يعني أصحاب السيارات اللي فيهم هوس على السيارات، يبون يحافظون على السيارة إنه ما يصير فيها خدش واحد، فهمت علي؟ فنحن نقدم هذا الشيء. يمكن هذا اللي بيميزكم يعني بعض الشركات المنافسة لكم. هذا اللي. أكيد. طيب سيد خلف، خلينا نتكلم شوي على رؤيتك المستقبلية. شو حابب تسوي مثلاً؟ حابب تفتح فروع ثانية في دولة الإمارات؟ حابب توسع بمجال ثاني؟ رؤيتنا المستقبلية طال عمرك نحن حابين إن ننشر هذا ال 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 البزنس موديل اللي نحن شغالين عليه، او هذا المبدا يعني المبدا هذا. السوق التقليديه متشبعه، لكن السوق المميزه تقريبا فيها جاب كبير على مستوى الامارات، فنحن حابين نوسع، وبالعكس مستعدين ان نوقف مع اي شركه او اي شخص حاب انه يقدم نفس خدماتنا نفس مستوى خدماتنا، نعطيه الدعم الكامل. مش مهم الفائدة المادية، المهم ان الاسم التجاري يكون على اكمل وجه او المبدأ يوصل يعني لجميع الناس. هي. طيب سيد خلف، بما انه انت تدعم شوي الناس، اعطيني مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرئيسي تبعكم عشان يتواصلوا من خلاله مشاهدين. الموقع الرئيسي لشركة سيارتي هو www.mycar.ae mycarcare.ae، والموقع الانستغرام مايكار كير، هذا الرئيسي. عندكم انستغرام والموقع الرئيسي. اما بالنسبه للموقع الرئيسي هنا الشارقه، اي الفرع الرئيسي لنا في الشارقه. اوكي، اعطيني العنوان بس الكامل لو سمحت. الشارقه صناعيه رقم 12 في شارع المغاسل معروف.
سيد خلف، احنا بنعرف انه دولة الامارات هي معروفة عالميا انها دولة امن وامان ومستقطب كثير المستثمرين من كافة دول العالم. خلينا نتكلم شوي على نعمة الامن والامان وفضل شيوخ الامارات على هذه الدولة. الحمد لله، الحمد لله، بفضل القائد والمؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان. الحمد لله رب العالمين، هذه الدولة فيها أمن وأمان يعني يعترف فيه القاصي والداني. فأنا يعني صدد وجودي في السوق كان لي تعامل مع وافدين مستثمرين في الإمارات، فكنت دائما وأبدا يعني أستفز منهم الكلام إنه ليش تستثمر مبالغ مثل هذه عندنا ويمكن أنت مثل هذه المبالغ ما تستثمرها في يعني بلدك الأم وكذا. فكل الردود اللي توصلني عن الموضوع هذا أن نعمة الأمن والأمان والحق المضمون في دولة الإمارات العربية المتحدة هذه نعمة نادرة على مستوى العالم، مش بسهولة الشخص يعني يستمتع بهذه النعمة. الحمد لله رب العالمين، هذه يعني بفضل رب العالمين والمؤسسين الراحلين والشيوخ القائمين حاليا بأعمال الدولة، خص فيها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبهم الشيخ محمد بن راشد وولي عهده الشيخ محمد بن زايد وجميع حكام الإمارات، وأيضا أخص فيها حاكم الشارجة الشيخ سلطان القاسمي. صراحة يعني يعجز اللسان عن وصف هذه القيادات، وبخاصة أن الشيخ سلطان شخصيا أنا حصلت دعم لا محدود منه، والحمد لله رب العالمين. أنا ما أنسى لأي موقف، ممكن الشيخ ما يعرفني شخصيا أبدا، يعني ما أتوقع أنه يعرف اسمي حتى، لكن الشيخ دعمني، فهذا ودعم لا يعتمد على اسم ولا على شخصية ولا على باكجراوند ولا على أي شيء. الحمد لله كل المواطنين في الإمارات يحصلون على هذا الدعم، وشيء مش بالصعب ولا بالمستحيل. الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة، والله يحفظ الدولة من كل شيء. الحمد لله، الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان ويحفظ شيوخ الإمارات كلهم ويرحم مؤسس الدولة الشيخ زايد. في الختام سيد خلف، فيك تقدم رسالة شكر لإنسان عزيز عليك أو إنسان كان دعم لك فترة حياتك المهنية لبين ما وصلت لما أنت عليه اليوم؟ شخص يعز علي وإنسان دعمني صراحة بشكل لا محدود في مشاريعي يعني القائمة حاليا، الشيخ عبد الرحمن بن سالم القاسم، وهو شخصية يعني داعمة للشباب وداعمة للأفكار الجديدة. الله يحفظه ووجه له كل الشكر من خلال شاشتكم. إن شاء الله سيد خلف توصل رسالة شكر عبر برنامجنا رواد النجاح، أتمنى لك إن شاء الله التوفيق. شكرا لك على حسن استقبالك سيد الكريم. شكرا لك. شكرا. في الختام شكرا لكم أعزائي المشاهدين، كنتم معنا مع سيد خلف إسماعيل بالجمعة وهم الكفاءات الموجودة في الإمارات. شكرا لكم على حسن المتابعة، للقاء في حلقة جديدة مع كفاءة جديدة. دمتم في أمان الله.